نبدأ من وداع الرائد الشهيد باشا علاني في تقرير جوال إزايلي. هو وداع يليق بالأبطال، الوداع الشعبي والرسمي الذي خصصته بلدة المريجات البقاعية لابنها الشهيد الرائد بيير باشا علاني عند وصول جثمانه إلى مسقط رأسه على وقع الموسيقى العسكرية والمفرقعات النارية. هنا أمام كنيسة مارجريس تحية إجلال للشهيد من الرفاق الذين حملوا نعشه على الأكف رافعين الأوسمة التي حاز عليها طيلة 11 عاما من خدمة الوطن، وحولهم حشد كبير من الأقارب والأصدقاء وأهالي البلدة وسط أجواء من الحزن والغضب. تم تقبل التعازي في صالون الكنيسة حيث التقى قائد الجيش العماد جان أهوج ذوي الشهيد وأكد لهم عدم السكوت أو القبول بأي مساومة سياسية على دم الشهيدين، رافضا أي محاولة من أي طرف للتخفيف من وطأة وبشاعة الجريمة التي ارتكبت بحق الجيش عن سابق تصور وتصميم وبأساليب همجية بعيدة عن المعتقدات المسيحية والإسلامية. جنازة الشهيد باشا علاني ترأسها راعي أبرشية زحل للموارنة المطران منصور حبيئة في حضور ممثلين عن رؤساء الجمهورية والحكومة ومجلس النواب وممثل عن قائد الجيش وعن وزير الدفاع، إضافة إلى نواب وفاعليات المنطقة. ومن داخل الكنيسة حيث رفعت الصلاة لراحة نفس الشهيد كلمة مؤثرة من قلب والد مفجوع إلى رئيس الوطن. أناشدك بعدم التساهل بعد اليوم مع المجرمين والقاتلة كي لا ندفع كل يوم ضريبة الدم من أجساد شهدائنا الأبرار، فتضرب من يد بيد من حديد كل من تسول له نفسه التطاول على القانون والعبث بالأمن وبحياة المواطنين. ولكي يطمئن قلبي وترتاح نفسي وتهدأ ثورتي يا فخامة الرئيس، ولكي أشعر فعلا بأن دم ابني الشهيد وكل الشهداء لم ولن تذهب هدرا، أطالبكم بأن تأخذ الدولة بأن تأخذ العدالة مجراها الطبيعي في هذا الأمر، فيقتص من المجرمين القتلى وينالون العقاب الذي يستحقون. كلمة قائد الجيش ووزير الدفاع ألقاها العميد عدنان أبو ياسين منوها بالشهيد البطل. التطاول على الجيش أو التحريض عليه من أي جهة كانت إنما يعتبران بمنزلة الخيانة الوطنية التي لن يسكت عنها الجيش، لا سيما في ظل هذه المرحلة الحرجة حيث تعمل هذه المؤسسة ليل نهار للحفاظ على وحدة الوطن ومسيرة سلمه الأهلي وإبعاد شبح الصراعات الإقليمية عنه. وكونوا على ثقة بأن الجيش سيلاحق المجرمين الضالعين فيها بحزم ومن دون هوادة حتى توقيفهم وتقديمهم إلى العدالة. إلى مثواه الأخير انتقل الرائد الشهيد بيير باشا علاني، هو الذي ضحى بدمائه في سبيل الحفاظ على أمن الوطن، يطالب أهله بأن لا تذهب دماؤه هدرا. وهناك حيث الأشرطة البيضاء راية كتب عليها لن تهدأ نفوسنا إلا بتسليم القتلة.